شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة لمة العيلة للشروحات. النهاردة هنعمل مع بعض المشروع البحثي المطلوب من الصف الرابع الابتدائي، وتقريبا الصف الرابع الابتدائي والثالث والخامس والسادس أو الإعدادي. هو كل الموضوع بيندرج على شيء واحد وطريقة واحدة وخطوات واحدة، اللي بيختلف النص اللي بنكتبه في البحث. وأنا شايف إن الوزارة سهلت الموضوع، إن شاء الله كله ناجح وكل ما نقول المرحلة اللي بعدها. ومصادرنا نقدر نجيب من المكتبة الرقمية والكتاب المدرسي، متاح فيه كل شيء إحنا عاوزين. فنبدأ مع بعض بسم الله. أول حاجة علشان نعمل البحث للصف الرابع، إن الوزارة حددت لنا خطوات المشروع البحثي في منشورات وصور موجودة على جميع المواقع وتقدروا تحصلوا عليها. اول شيء هو بيطلب منك ان انت تقرأ اربع مواضيع بالنسبة للمرحلة الابتدائية، والمرحلة الاعدادية بيكونوا ثلاث مشاريع او ثلاث مواضيع، بنختار منهم واحد بس وفقا للطالب اللي بيشوف الموضوع ده سهل عليه. احنا هنا دلوقتي هنتكلم على الاربع موضوعات اللي موجودين، في موضوع عن السياحة، وفي موضوع عن الطاقة، وفي موضوع عن الصحة، وفي موضوع عن الماء. من الملاحظ ان المواضيع كلها دمجت المواد الدراسية كلها في بحث واحد. هنلاقي البحث بيشمل على العربي وعلى الحساب وعلى الدراسات وعلى العلوم وعلى الانجليزي وعلى كل شيء، تمام. فاحنا دلوقتي هنبتدي نعمل البحث بتاعنا، وبيكون ده شكله النهائي. فاحنا هنتكلم على الصف الرابع الابتدائي، مشروع البحث هنتكلم على الصحة. الوزارة طلبت في موضوع الصحة اللي هو ده، هنشوفه دلوقتي كده. الموضوع الصحة، من المطلوب حضرتك بتقول البحث بيقول: تهتم الدولة بتوفير الرعاية الصحية الأدنى للمجتمع في ضوء دراستك بالترم الأول والترم الثاني لحد ما وقفت الدراسة. اعمل لنا مشروع بيتضمن النقاط التالية. أول شيء أساليب الحفاظ على أجهزة جسم الإنسان، وهو موضح هنا أجهزة جسم الإنسان دي اللي هنبتدي، اللي هو الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي اللي الطالب درسه بالمدرسة. بعد كده جهود الدولة ايه للحفاظ على صحة المواطنين. بعد كده هتصمم اعلان وتكتب باللغة العربي الاعلان واحدى اللغات الاجنبية لو الطالب كان بياخد انجليزي او فرنساوي، وهتتكلم فيه عن جهود الدولة في مجال الصحة. الكلام ده هيكون ناس مش منتبه ليه، هيكون في شكل مربع بطول ضلع مناسب، مربع بطول ضلع مناسب، ثم احسب محيطه. يبقى احنا في مطالبين نعمل لوحة ارشادية تكون في شكل مربع اضلاعه، طبعا مربع اللي هو الاربع اضلاع متساويين، وبعد كده لازم نحسب محيطه. طيب هنعمل ايه؟ اول شيء، اول خطوة بنعملها، احنا بنروح لموقع الوزارة اللي بنحمل منه القوالب الجاهزة او النماذج الجاهزة اللي احنا كولي امر مش عارف هعمل ايه. فالوزارة وفرت النماذج دي ان احنا نشتغل بيها. هنا القوالب البحثية للمراحل التعليمية، انا هسيب لكم الرابط ده في صندوق الوصف. الوزارة لما اتكلمت، لما عملت القوالب او النماذج، عملت للصفوف الابتدائي 4 وللإعدادي عملت 3. ليه؟ لأن الابتدائي عندهم 4 موضوعات يختار ما بينهم، أما الإعدادي عندهم 3 موضوعات يختار ما بينهم. فإحنا دلوقتي شغالين في الصف الرابع الابتدائي. طبعا إيه الفرق بين القالب الأول والتاني والتالت والرابع؟ الفرق بينهم كل قالب من دول حسب موضوع من دول. فإحنا هنتكلم عن الصحة، فالمفروض إن إحنا هناخد القالب التالت. دي ازاي بنختار؟ هناخد القالب الثالث. لو هنتكلم عن السياحة بناخد القالب الاول. فاحنا بنرجع لموقعنا تاني، وقلنا هناخد القالب الثالث، تحميل القالب الثالث، بندوس كده بيتحمل عندنا. لما القالب بيتحمل كده بنعرضه كده بنشوفه، بنلاقيه موجود كده. لما بنفك عنه الضغط بيطلع الملف بالشكل ده اهو. نتكلم عن الصح. الملف بيجي
وورد، بصيغه وورد اقدر اعدل عليه، بس الاول بدوس هنا تمكين التحرير وببتدي اعدل عليه. اول شيء هو كاتب لك الصف الرابع المشروع الثالث، الصحه دي ثابته من الوزاره. بعد كده بيتنقل يقول لك عنوان الموضوع. عنوان الموضوع قلنا علشان الابحاث ما تبقاش شبيهه لبعضها، يا ريت كل ولي امر يساعد ابنه او يساعد المجموعه اللي فيها ابنه ان هي تختار عنوان للموضوع يكون بينم عن الموضوع. يعني انا هنا في الصحه اخترت الصحه تاج على رؤوس الاصحاء. بعد كده الرقم التعريفي اللي هو الكود اللي هو زي رقم الجلوس، ده مربوط بالاسم الطالب ومدرسته ورقمه القومي. ده بنحصل عليه ازاي؟ بنروح على صفحة الاستعلام عن اكواد الطلبة، ودي هسيبها لكم في الوصف. الرقم القومي بتكتب رقم ابنك زي ما هو موجود فوق في شهادة الميلاد. بعد كده بنختار سنة الميلاد سنة كام، وبتختار شهر اللي اتولد فيه، وبتختار اليوم اللي اتولد فيه. يبقى احنا كده جبنا تاريخ الميلاد. محافظة الميلاد مش اللي موجود فيها حاليا، لا، محافظة الميلاد المثبوتة ان الطفل او الطالب اتولد فيها وفقا لشهادة الميلاد. بعد كده بنختار النوع ذكر او انثى، وبعد كده بنقول له تسجيل الدخول. اول ما بضغط هنا عشان انا بس معيش رقم قومي لاي حد في الصف الرابع، بيبتدي يظهر عندي كود الطالب، باخده نسخ، وعشان اتأكد بيظهر معاها الاسم وبيظهر المدرسة اللي هو فيها. باخد الرقم نسخ وبرجع اروح عند الرقم التعريفي ده وبسيب دي، وبعمل ايه؟ بكتبه تحتيها وليكن الرقم اللي طلع لي ان هو 1 2 3 4. بعد كده المقدمة، وبعد كده ايه عناصر الموضوع اللي انت بتتكلم عنه، وبعد كده بيديك ان انت تضيف صورة او صورتين، وبعد كده بتتكلم عن باقي الموضوع والنتيجة والمصدر. هنشوف الكلام ده بشكل عملي. انا ده بحث انا عملته. اول شيء بنجيب عندنا بنعمل عنوان الموضوع، الصحة تاج على رؤوس الاصحاء، ده العنوان. وبعد كده بنعمل الرقم التعريفي اللي احنا قلنا بنحصل عليه ازاي، وبعد كده بنكتب المقدمة. الوزارة محددها هنا من 40 إلى 50 كلمة، دي المقدمة. بعد كده بنستمر، بنيجي الصفحة التانية قالك عناصر الموضوع بتكون من 400 إلى 500 كلمة، يعني ما بنكتبش كتير قوي وما بنكتبش قليل قوي، لازم نلتزم 400 420 450 أو 500، في حدود 400 أو 500. طبعا الكلام ده كله احنا بنجيبه منين؟ الكلام ده كله احنا بنجيبه من الكتاب المدرسي. الكتاب المدرسي مليان جميع المعلومات سواء العلوم أو الدراسات. بعد كده بنبتدي نكتب النقط بتاعتنا اللي هو طلب ايه هي اساليب المحافظة على الجسم. فبنقول له الاهتمام بالنظافة الشخصية كنظافة الاسنان، ونبتدي نغير في الكلام اللي احنا بنشوفه، بنختار ابتعاد عن التدخين وجبات الغير الصحية. بنكمل موضوعنا وبنكتب، وبعد كده بنختار صور. طيب الصور دي احنا جبناها منين؟ الصور دي بنروح لصفحة الانترنت العادية جدا وبنكتب اي كلمة. مثلا انا كتبت العقل السليم في الجسم السليم، طلعت لي كمية الصور دي. بتختار اي صورة وبتضيفها اللي انت شايفه، بتضيفها للبحث بتاع الطالب، وطبعا بيكون التعديل بيكون في ملف الوورد اللي احنا قلنا عليه اللي هو القالب الجاهز اللي هو زي ده. اخدنا الصور وحطناها، وبنقدر نعدل في الصورة سواء نصغرها او نكبرها وفقا للي احنا عايزينه ونحرك مكانها. كده احنا حطينا الصور، وبعد كده بنكمل ايه هي جهود الدولة اللي هو باقي الموضوع. جهود الدولة اللي كان طالبها مني هنا في البحث لما قال لي ايه هي جهود الدولة في الحفاظ على صحة المواطنين، يبقى انا كده خلصت اول جزء ازاي احافظ على اجهزة جسمي، وبعد كده ازاي الدولة بتحافظ على صحة المواطنين. في ناس هتقول لي الدرس ده مش موجود، هقول لكم لا موجود، لو دورتوا في الكتاب هتلاقوه اللي بيتكلم عن التلوث واهتمام الدولة بالبيئة، وإن البيئة لو اتلوثت ده بيأثر على جسم الإنسان. بعد كده أنا كنت عامل شكل اللي هو المستطيل وخططته وكتبت فيه بالعربي والإنجليزي، ده للصف كنت عاملها للصف الثالث. أنتوا هتعملوها مربع وهوريكم برضو إزاي، موضوع سهل. وبعد كده مثلا لو الصف الثالث أو المسألة مطلوبة في أي شيء، محيط المربع، محيط المثلث، محيط المربع، مستطيل، أي شيء بنكتبه. وبعد كده بنيجي في اخر جزء زي ما احنا شفنا ان هو كان في النماذج اللي عطيها لي كان مفيش فيها حاجه زي كده،
كان في المصادر، تمام، بنكتب المصدر اللي انت جبت منه المعلومة سواء جبته من كتاب مدرسي او من البوابة الرقمية، وبنذكر فيه طبعا الوحدة الكام. انا جبت من الكتاب المدرسي في مادة الدراسات الوحدة الثانية الانسان والبيئة في بلدي صفحة 16، وجبت من الكتاب المدرسي مادة العلوم الوحدة الاولى الجهاز الهضمي صفحة 7، والجهاز التنفسي صفحة 14. انا كده ذكرت المصادر بتاعتي كده خلاص. ببتدي احنا دلوقتي المفروض ان احنا بنبقى شغالين على ملف الوورد اللي هو بنعدل فيه. طبعا الملف ده بعد كده بنعمل ايه؟ بنروح رايحين علشان نحوله ملف بي دي اف اللي هو ملف محدش يقدر يغير فيه. بنروح رايحين فوق هنا كده عند الكلمة الزرقاء دي ملف، وبروح قايل له حفظ باسم تاني واحدة او سيف از، وبعد كده مثلا بختار الديسكتوب او اي مكان احنا عاوزينه كده. وبعد ما بكتب الاسم اللي انا عاوزه مثلا بكتب البحث رقم 4 على اساس ان هو للصف الرابع. بعد كده لازم نراعي نقطة مهمة جدا، الا وهي انك لما تيجي تحفظ ما تحفظوش وورد، انزل تحت في النص عند كلمة البي دي اف دي علشان يتحول انه يفتح بالملف اللي هو نفس الشكل ده اللي هو الاكروبات ريدر. وبعد كده بقول له حفظ، بيتحفظ عندي الملف بصيغة البي دي اف. بعد كده اذا كان بنحمله على اسطوانة او بنحمله على فلاشة، ده لو هنسلمه يدوي لإدارة المدرسة او يوم الاثنين الجاي الوزارة هتفتح موقع هننوه عنه وهنشرح ازاي نسجل فيه لولي الامر وازاي ان احنا نقدر نرفع فيه الملف، وبيجيلك رسالة تأكيد ان انت وصل لك الملف. اتمنى ان انا قدرت اكون اساعدكم، واتمنى من اولياء الامور يلتزموا شوية ويساعدوا ابنائهم. الناس قاعدة فاضية، ياريت نلتزم مع ابنائنا ونساعدهم حتى نحسسهم ان في مسؤولية مننا ناحيتهم. وربنا يوفق الجميع، واتمنى ان انا ما اكونش طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.